أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطية في حسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول نظرا لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة. وفي كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، أوضح رئيس مجلس النواب أن على نواب الشعب واجبا وطنيا في توعية أبناء دوائرهم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم. الانتخابات الرئاسية ليست مجرد تقليد ديمقراطي فحسب، بل هي واجب وطني في المقام الأول نظرا لأهمية ومكانة منصب رئيس الدولة في النظام السياسي المصري، وهو ما يتطلب من الجميع التفاعل والحرص على المشاركة. وأعتقد أن على حضراتكم نواب الشعب واجبا وطنيا في توعية أبناء دوائركم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم، لنقدم للعالم نموذجا في الممارسة الديمقراطية، ونثبت أن المصريين يدركون دقة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم، وأن لديهم من الحس الوطني والوعي الفكري والحضاري ما يجعلهم حريصين على صنع مستقبلهم بأيديهم.